Unità 5, lezione 5. È una lezione molto corta. Leggiamo insieme. Sì, ce l'ho. No, non ce l'ho. Sì, ce l'ho. No, non ce l'ho. Mia marina l'espressione al tabir. Sì, ce l'ho. No, non ce l'ho. Per capire questo, osserviamo questo o queste frasi. Osserva queste frasi. Hai il computer a casa? Hai il computer a casa? Sì, ce l'ho. Cosa vuol dire? هنا يسأل شخص آخر هل معك كمبيوتر هل تملك كمبيوتر في البيت؟ فالإجابة لما تكون سي يقول سي تشيلو لكي لا يكرر كلمة كمبيوتر فيقول سي تشيلو ماذا يعني؟ يعني إيو أو كويستا كوزا إيو أو كويستا كوزا في هذه الحالة أنا كمبيوتر possiamo ancora dire أي لا بينا سي تشيلو اللي هذه تعود لا بينا ce l'ho. Sì, io ho questa cosa. Il giorno è la penna. Mio, quando rispondiamo con no, diciamo hai il computer a casa? No, non ce l'ho. L'ahdu nafsa bdabt illa ghayarna sì di no wa adhafna non qabl l'espressione ce l'ho. L'espressione ce l'ho. Sì, ce l'ho. No, non ce l'ho. Cosa vuol dire no, non ce l'ho? Vuol dire io non ho questa cosa. Io non ho questa cosa. Aiwa, non tappo con me. Facciamo un po' di pratica. Rispondi alle domande. Hai la lavatrice? Hai la lavatrice? Hai il ferro da stiro? Hai il ferro da stiro? Hai un apri bottiglie? Hai un apri bottiglie. 4. Hai la lavastoviglie? Hai la lavastoviglie? Hai la lavastoviglie? 5. Hai l'aspirapolvere? Hai l'aspirapolvere? 5. Hai l'aspirapolvere? 6. Hai il telefono? Hai il telefono? Aiwa. أظنكم تعرفوا الكلمات هذا معانيها سأذكر بها لا لافاتريتشي هي أداة لغسل الملابس الفيرو داستيرو المكوات التي نكوي بها الملابس أبري بوتيلي التي نفتح بها القوارير أوكي لا لافا ستوفيلي الآلة التي نغسل بها المواعين لاسبيرا بولفيري هي التي تشفط الغبار. التليفون هو التليفون. فعلى حسب ظروفك أنت تجيب. فلو معك لا لافا تريتشي لا لافا تريتشي أي لا لافا تريتشي إذا كان مش معك ستقول ماذا؟ نو نون تشيلو. إذا كان معك تقول سي تشيلو. أوكي سي تشيلو يعني سي يو أو لا لافا تريتشي. إذا كان قلت مثلا هنا أي الفيرو داستيرو حب تقول ليس معي ستقول نو نون تشيلو ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إيو نون أو الفيرو داستيرو داكوردو بالنسبة لإيو هنا نقدر نستخدمه هنا لو حبينا نحط إيو هنا سنقول سي إيو تشيلو ولا نو إيو نون تشيلو وإحنا قلنا إيو نقدر نستغنى عليها حتى في هذه الجملة نقدر نستغنى عليها نقول مثلا او كويستا كوزا وإلا إيو او كويستا كوزا في الحالة الكل إيو تمشي تحب تحطها أنت حر ما تحب تحطها أنت حر لأن يعني الفيربو أفيري مع لما نشوفه كده او هنا يعني واضح أنه مع إيو أكوردو أوكي طبعا أخذ دفترك وكتبت الإجابات عن هذه الأسئلة واستخدمت هذه العبارات وهذا يكفي لهذا الدرس القصير الجميل. Grazie.